بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. النهاردة هنبدأ بفقرة مواهب متنوعة، وعندنا 2 من المواهب المختلفة، رسامة وشاعر. وكان نفسي النهاردة أعمل دويتو بينهم وتآلف الرسامة ترسم الشاعر، لكن للأسف اتضح إنه موضوع كبير، موضوع الرسم محتاج وقت كبير وتركيز، وطبعا وقت الحلقة مش هيكفي، فاسمحوا لنا النهاردة نتناقش معاهم ونشوف الموهبة بتاعتهم ونقدمهم لحضراتكم ونرحب بيهم. الأستاذة أسماء شعيب محمود، أهلا وسهلا بيكي من مركز الصف ومحافظة الجيزة، أهلا وسهلا بيكي. الشاعر الصغير سنا، الكبير مقاما طبعا، سيف الدين محمد صبري، أهلا وسهلا بيك يا سيف في الصف الثالث الابتدائي. سيف من قرية طماي الزهايرة تبع محافظة الدقهلية، دي طبعا قرية السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، أهلا وسهلا بيك يا سيف. وهو في مقدمة حابب يقدم نفسه للمشاهدين، اتفضل يا سيف قدم بقى على طريقتك، اتفضل. قدم نفسي بقصيدة عملها لي الشاعر الكبير الأستاذ محمد فتحي السيد، هي كاتبها باسمي أنا. سلك حضراتكم قصيدة بعنوان أنا سيف، الشاعر الكبير الأستاذ محمد فتحي السيد. أنا سيف الدي، أنا سيف الدي، أنا مصري أصيل، أنا من منصورة عروسة النيل، مؤمن وبحب الخل الناس، عاشق للكلمة اللي بإحساس، مجنون إبداع مطبوع إنسان، وحلمت أكون في الكون عنوان، منشدت عريض منشدت عريض بجمال ألوان، وبمد خيالي لبرا الكون، اسحب في دروب المعنى وادوب فاصبح مضمون، واجمع كل حواسي الجمحة واصورها في لمحة، فتنزف نور وتشع علوم وثقافة تراث وحداثة، ما انا عشقي وراثة للكلمة البنت بنوت، والنص اللي يشرف صاحبه في حياة او موت. انا سيف الدين، انا مصري اصيل، انا من منصورة عروسة النيل، انا من منصورة عروسة النيل. الله يا سيف، بسم الله ما شاء الله عليك. مين علمك القاء الشعر ده يا سيف؟ مين حببك في الشعر؟ ماما هي اللي اكتشفتني، والابله منى كانت بتحفظني. والقصيده دي بحب اشكر الشاعر بتاعها اللي هو جدي. ايوه ربنا يخليه لك يا حبيبي. ايوه، وانت اساسا كان ليك ميول شعريه؟ يعني لما ماما هي اكتشفت فيك، انت كنت حابب ده؟ ليك ميول تلقي الشعر؟ انت طبعا. لسه ما فيش، لسه في التاليف، لسه في البدايه، لسه ما الفتش حاجه لسه كامله، لكن القاء الشعر بسم الله ما شاء الله عليك. يعني انت حابب تمشي في هذا المجال. ده كام سنة يا سيف؟ 9 سنين. 9 سنين، بسم الله ما شاء الله. طيب معانا الأستاذة أسماء، نقول بقى نبدأ منين الحكاية؟ مين اللي اكتشفك بقى وحببك في الرسم؟ هو أنا برسم من زمان، يعني مامتي شافتني برسم وكده، ففي الأول خدت درس رسم وأنا صغيرة في إعدادي، وبعدين سبته ما كملتش شهر أو شهرين خاص يعني. تمام. فبعدين بدأت أرسم أنا بقى مع نفسي، أشوف صور وأقلدها كده يعني، عشان لحد تنمي الجامعة. الموهبة. لحد الجامعة بس كان الرسم يعني يعتبر بالنسبة لي ما كانش الحاجه اللي هي اللي انت بقى مستوى تعدي مستوى اعلى من اللي انت ماشيه فيه. انا اشوف رسمي اقول واو، لا مش عارفه ده انا حلوه قوي، لا بس انا كل ما بطلع خطوه بيبقى لا ده اللي بتقدمي عدى ده ما كانش حاجه خالص، بس هو ما يعجبكيش. البدايه يعني، هو انا مش هنكره، هو البدايه هو اللي خلاني الاساس، هو اللي خلاني اطلع. فبدأت بعد ما خلصت جامعه ودراسات عليا وكده، فحبيت ان انا يعني انمي موهبتي
فاخدت يعني كورس في حبيتي ورشة مجال وكده. الرسم، لقيتي نفسك فيه يعني بتحبي بالظبط كده. ترسمي، بترسمي الاشخاص ولا بترسمي اماكن ولا بترسمي اي حاجة، مناظر طبيعية؟ لا هو انا من زمان وانا صغيره كنت برسم مناطق يعني مناظر طبيعيه وكده، بس انا كنت حابه ارسم بورتريه جدا، اللي هو كان كل شغفي ان انا ارسم بورتريه واتعلمه ازاي صح. فبدات ان انا اخد ورشه وكده واتعلم صح، وبدات ارسم اشخاص. ممكن يعني احيانا ارسم حاجات طبيعيه او يعني حاجات صغيره كده، اللي هو يعني ممكن ابتدي بيها لحد ما ربنا يسهل بعد كده وادخل في مستويات اعلى. يعني ممكن تمام. حاجات بألوان مية، حاجات بألوان إكريليك، ممكن أجرب على جذع شجرة، أجرب على ورق، أجرب يعني. وأنا بحب إن أنا أجرب يعني أخد التجربة مهما تكون يعني نتيجة. اي شخصية قدامك ممكن انت ترسميها ولا بتقلدي مثلا رسمة تكون قدامك لازم، ولا ممكن من الخيال؟ لا هو أنا بشوف الصور قدامي وبرسم منها يعني. أنا هي يعني مثلا برسمها من قدامي. تطلعيها بالظبط بالظبط كده. ان أما شاء اللي أنا الله. من خيالي وكده فيعني لسه موضوع كبير أصلا. يعني ناوية تكملي في هذا المجال إن شاء فقط؟ الله يعني. عندك مواهب تانية يا أسماء لا لا هو غير الرسم الرسم؟ كل حياتك دلوقتي كل خلاص. حاجة يعني، هو يستغني عن الشغل أصلا، يستغني عن أي حاجة يعني بعد تمام. كده فيما بعد إن شاء الله. طيب ده بيخليني أقول لك، هل الرسم فعلا النهاردة بيكسب عيش، نقول يقوم بيت، يعني حاجة أساسية نعتمد عليها؟ لا لا اللي ما عندوش مثلا وظيفة يعتمد عليه لا على لا مش الرسم؟ للدرجة دي، هي موهبة بس مش هتكسبك عيش، اللي هو تعيشي بيها يعني احنا مش حياتك بنحسد، احنا الطبيعية. عارفين في اوردرات بتجيلك كتير. مش بنحسد لا بس والله يا بنقول ابدا. يعني عامة يعني الرسم كهواية فقط يعني. هواية هو ممكن اطلع جنبيها الشغل اللي هي يعني، اجيب مثلا ادوات، اجيب حاجة كده يعني. تمام، ربنا يوفقك يا اسماء. ربنا يخليك، شكرا. سيف، عاوزين نسمع حاجة يعني للشعراء اللي بتحبهم. بتحبي مين من الشعراء بقى؟ بحب من الشعراء الشاعر محمد فتحي السيد، ايوه والشاعر جابر الأسد، أيوة. والشاعر معوض حلمي، ومحمد بن معوض. تمام. الشاعر محمد فتحي السيد رئيس رابطة شعراء العامية. طيب عاوزين نسمع حاجة انت بقى بتبدع فيها وحبيبها. هسمعكم قصيدة للشاعر الكبير الأستاذ جابر الأسد بعنوان للجيش. ايوه أكيد الحرجة نار ولع، ومن جال الشهيد بيموت. أكيد الحرجة نار ولع، ومن جال الشهيد بيموت. ايوه أنا الروح اللي مش راجعة وبتسبح مع الملكوت. أنا الصورة اللي محمولة، أنا الصورة اللي محمولة ومتشالة في قلب تابوت. أنا الجندي اللي متودي ومستني ساعات الموت، وحالف إن صنع أرضي ومتحني وصبر سكوت. أنا الآه مع التنهيد، أنا الآه مع التنهيد، وروح صمدة علشان ومتوضي بصلي العيد، ودمي بيرو بستان، وكتبولي هناك أناشيد، وغنولي ونسمي شهيد، وغنولي ونسمي شهيد. أكيد الحرجة نار ولعة، ومن جال الشهيد بيموت. أنا الروح اللي مش راجعة وبتسبح مع الملكوت، وبتسبح مع الملكوت. شكرا. الله، بسم الله ما شاء الله يا سيف. انت في المدرسة في حد بيشجعك لما دخلت المدرسة؟ مين كان له الفضل عليك مثلا في المدرسة، نمى فيك هذه الموهبة اللي شجعك بقى؟ رب لسنا عبد العزيز. ايوه اذكر لها الفضل طبعا. بنحيي الاستاذة سناء عبد العزيز من هذا المنبر. عايزين نعرف يا سيف، ايه احلامك لما تكبر؟ انا احلامي ان انا اكون دكتور ايوه زي الدكتور مجدي يعقوب. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله وتحقق احلى امنياتك. طب يا سيف انت عندكش يعني بتحب ايه تاني غير القاء الشعر؟ بحب الخطابة. ايوه كنت بكره خطابة برضو. حافظ حاجة خطابة؟ حافظ. طيب ابدعنا بقى النهارده يا سيف. الحمد لله القائل، وأن ليس للإنسان.
السلام. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولي الألباب. سؤال يوجه إليكم: ما هو فضل القرآن؟ وما هو جزاء حافظ القرآن؟ فضل القرآن عصمة لكل مسلم، وبه نجاحه وفلاحه وقيام دينه ودنياه وسعادته في أولاه وأخراه. وقيل فيه: إن هذا المفتاح مفتاح القلوب، وربيع النفس مصفات الذنوب، وبه مات الطريق لمن يتوب، موجها ليوم القيامة فاحفظوه وحافظه يلبس والديه تاج الكرامة ويحفظ مع السفرة الكرام البررة، ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ألا يكفيكم هذا الجزاء العظيم والفضل الكريم؟ لقد خلقنا الله لقراءة القرآن وتذكره، فالأجدر علينا طاعة الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، ربنا يحفظك يا حبيبي يا سيف. أستاذة أسماء، إيه أحلى لوحة كنت مبسوطة وأنت بترسميها؟ في صورة يعني، بس هي مش حد معروف، دي موديل. انا كنت مبسوطة جدا لان انا طلعتها بنتيجة حلوة رضتني. بس هي كشخصية اعجبتي بيها يعني، ولا انت كرسمة بعد ما خلصتيها؟ كرسمة لان شعرها كان جميل جدا يعني، عجبتك بعد ما خلصتي الرسمة طلعت حلوة معاكي. تمام. ممكن ترسمي حد او لوحة وانتي مثلا نفسيا مش مبسوطة ولا سعيدة؟ يعني مجرد اوردر مثلا جالك فلازم تؤدي شغلك مثلا كنوع من الشغل؟ لا، عمل فقط. انا ممكن لو عندي ظروف او حاجة او نفسيا او كده، لا ممكن اجل الاوردر شوية يعني، ما تشتغليش. انا لو اشتغلت هيبوظ، هيطلع بصورة مش هيطلع مش جيدة. حلو، غير مثلا انا كويسة وكده فهطلعه احسن من الصورة الاصلية كمان يعني. حتى لو كان مستعجلين بقى ممكن يتلغي الاوردر ولا معملوش بصورة مش كويسة؟ مش عايزة. برافو عليك يا اسماء. طيب ايه يعني الصورة اللي بتحبي ترسميها لغاية النهاردة ما رسمتهاش، بتتمني ترسميها؟ لا، وانا بتمنى ارسمها وكل مره ما بتظبطش معايا بصراحه. ليه؟ في ايه بقى؟ لقيت في الصوره ولا لقيت في ايه بالظبط؟ لا، هو كذا مره يعني، مثلا كذا مره ارسم الفنان امير كراره، انا بحبه جدا. ما ظبطش معايا هو سعاد حسني، مع انه يعني ساعات رسمتها 3 مرات. طب وكل مره تغيري اغير من الشكل بتاع، يعني مش هو نفس الشكل برسمه 3 مرات من كذا حاجه، بس انا نفسي اطلعها يعني حاجه توب زي الصور اللي انا بطلعها يعني. في صور بتطلع معايا توب جدا ان شاء الله يعني. صور كويسه. في ادوات بتنوعي في الادوات اللي بتستخدميها؟ يعني انا بشتغل رصاص وفحم، واحيانا مع نفسي كده الوان اكريليك والوان ميه. يعني ممكن الوان ميه دي عشان انا مش فيها قوي، فانا عندي بنت خالتي برضو بترسم اسمها زينب. هي ما شاء الله عليها برضو رسامه وكده، فيعني يعني ايه بتعرفني مثلا، تساعدني في حاجه في الالوان الميه، تساعدني مش يعني حاجات انا محتاجاها لاكتمال العمل مثلا. هي مثلا في حاجه هي مش عارفاها، انا ممكن اساعدها فيها. كده يعني بتوفقوا مع بعض بالظبط كده. تمام يا اسماء. طيب معانا مداخله تليفونيه، نشوف مين معانا. الو الو، السلام عليكم. ايوه، السلام ورحمه الله وبركاته. معانا والده اسماء. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا، نورتينا يا فندم بهذه المداخله. الله يسلمك. الله يسلمك. كل سنه وحضرتك طيبه. اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله. حضرتك بقى اللي اكتشفتي اسماء، عاوزين نعرف القصه. الموهبه الجميله دي. اسماء عندها الموهبه دي من وهي صغيره يعني، الحمد لله. وكان دايما عايزه تنمي موضوع الرسم، بس طبعا بعد بقى فتره شجعتوها يعني. الحمد لله. تمام، ربنا يبارك فيها يا رب. ان شاء الله الله يسلمك. ناويين ان شاء الله يعني تنمي هذه الموهبة وتبقى هي شغلها
ولا في حاجة تانية؟ لا احنا سايبينها والله زي ما هي عايزة ان شاء الله تنمي نفسها زي ما لغاية ما تقول بس. ممكن يبقى كمشروع مثلا بعد كده تتعايش منه اسماء، ولا كموهبة فقط؟ لا ان شاء الله، هو عامة هو بالنسبة على اساس المؤهل دلوقتي ما فيش حد بيشتغل، فده بالنسبة لها يبقى مشروع كويس يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقها، ربنا يوفقها، واحنا سعداء بهذه المداخله من حضرتك. الله يخليك، وتحياتي لحضرتك. الله يخليك. شكرا شكرا يا فندم. اتفضلي اتفضلي. في شهادات يا سيف انت حصلت عليها، عرفت ان في شهادات كتير انت حصلت عليها ومراكز. عرفنا بقى، وعرف الساده المشاهدين ايه الشهادات اللي انت حصلت عليها في هذا المجال والموهبه بتاعتك. خدت شهادات من الحضانة عشان كنت بشترك في الحفلات والمناسبات، وفي شهادات لمراكز الشباب، وفي شهادة الشاعر الأستاذ محمد فتحي السيد عاملها ليا بنفسه على النت. ليك انت مخصوص بقى. طيب عاوزين نسمع حاجة ليك انت بقى على ذوقك يا سيف. سألك على حضرتكم قصيدة بعنوان سواي وراضي للشاعر الكبير الأستاذ محوط حلمي. أيوة. يا بلدي الأبي، يا حرة وعفي، رسمتك قصادي سواي وأراضي، يا زرعي وحصادي وخير اللي زاد، يا بني المصان كنايس جواب، صدرك موانع وعزمك زناي، يا فن ومسار وظل المطار وحلم اللي سارح وطارح ولاد، يا نبع ومعين بعينك رعين، قوم اندهيني كوين البعاد، يا بلد الأبي، يا حرة وعفي، يا شمسي وظل ووردي وفل، وناس اللي مني وصالك ودات، يا روية الشرائي، يا أرض التلائي، يا حب اللي باقي هداية ورشاد، يا حب اللي باقي هداية ورشاد. وشكرا. بسم الله ما شاء الله يا سيف. طيب انت يا سيف عندك حاضر الاستاذ محمد ربيع في مداخله تليفونيه. جدي سيف، اهلا وسهلا بحضرتك. الو. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. منورين يا فندم. الله يخليك بوجود حضرتك. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا رب. اهلا وسهلا. الله يكرمك يا فندم. بالنسبه لسيف بقى، عاوزين نسمع سيف ونعرف في البيت بقى طباع سيف، عاوزين نعرف ازاي الموهبه دي اتنمت فيه في البيت، مين اكتشفه في البيت؟ هو بيقول ماما. كل مين بيشجعه تاني في البيت؟ وحضرتك ايه دورك بالنسبه لموهبه سيف؟ اتفضل. ما شاء الله عليه. سيف اصلا هو في من الحضانه وقبل الحضانه كمان يعني. شايفين ما شاء الله اللي هو القوى بتاعه وطريقته واسلوبه وكده. هو طول عمره يعني نبيه يعني ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه. ومتفوق في الحضانه برضه، ايام ما كان في الحضانه وفي المدرسه نفس النظام برضه ما شاء الله متفوق يعني عن زملاته يعني. وعنده القبول ما شاء الله في اي حاجه بروحها ما شاء الله يعني. تمام. وهل بعد كده هيحقق احلامه كموهبه في الشعر ولا في الدراسه؟ يعني انتوا هتدفعوا لايه بعد كده باذن الله؟ احنا بنحاول ان شاء الله يعني. هو زي ما حضرتك شفت كده، هو عايز يكون دكتور، فهو ان شاء الله برضه الموهبه برضه دي هننميها معاه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا، عشان طبعا دي اللي هتذكر الموهبه بتاعته. اكيد ان شاء الله. في حد في البيت او العائله نفس الموهبه بتاعت سيف، او في مواهب اخرى في البيت؟ لا، هو ده ما شاء الله يعتبر هو فاكهة العيلة عندنا. سيف هو اللي فز بقى في ال هو فاكهة العيلة عندنا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي ويحفظ يا رب. الله يكرمك. وتحياتي لحضرتك، واحنا شاكرين على هذه المداخلة. أنا متشكر لحضرتك. العفو يا فندم، ألف سلامة. اتفضل حضرتك.
عاوزين نعرف يا أستاذة أسماء، لو في حد أنت مش حباه ممكن ترسميه؟ أكيد لا. خالص أوردر جالك شغل؟ لا ممكن نعتزل يعني عادي، اللي هو يعني مش هقدر، معلش عندي ده ظروف. ده كده مش هتشتغلي، احنا بنقول عايزين نشتغل دلوقتي ونعمل لا ما مشروع. لو حد أنا أعرفه أو أنا مش عايزة أرسمه فأكيد طبعا مش هرسمه. أو في ناس كتير قدرات أنا مش بعرفهم فطبيعي هرسمه، في مقابل هاخده خلاص أيوه هرسمه. ما أنا بتكلم على كده. أما لو حد نبدأ أنا أعرفه نشتغل نعمل شخصيا مشروع بقى يبقى خلاص لازم بقى ومش نتقبل كل حباه حاجة. كده، لا أكيد مش هرسمه. تمام. طيب يا اسماء، مين مثلك الاعلى من الرسامين؟ هو انا ما يعني مش متداخله قوي في اللي هي الثقافه الفنيه قوي، اللي هو مثلا زي بيكاسو وفان جوخ الناس دي، فيعني انا ما ليش في ناس مشهوره وباينه يعني قدامك فخدتيها مثلك الاعلى، ممكن تشوفي رسوماته وتاخدي منها حاجه او تتبعي نهجه في الرسم. لو عجبني حاجات ممكن اتبعها وامشي عليها يعني. تمام. ادوات او اللوحات نفسها او الرسومات بتاعته نفسها، الشخصيات اللي راسمها تكرريها تاني؟ ما فيش مشكله عادي، اطلعها باسلوبي انا بقى لاعجابك بيه. بالظبط كده، ان هو مثلك الاعلى اللي تقتدي به في الحياه. تقتدي ان شاء الله. ربنا يوفقك يا اسماء، وانت شرفتينا شكرا. ونورتينا النهارده، وتحياتي ليكي، واتمنى لك مستقبل باهر ان شاء الله. شكرا. وربنا يوفقك. وانت يا سيف ان شاء الله شرفتنا ونورتنا النهارده، نورت الدنيا كلها وابدعت طبعا في الالقاء الجميل، ومزيد من التالق والنجاح باذن الله، وربنا يوفقكم. وتحياتي ليكم وشرفتوني النهارده ونورتوني. تحياتي اعزائي المشاهدين. وفي النهايه احب اوجه رساله يا جماعه، لو سمحتوا لو سمحتوا قائد المركبات ناخد بالنا. وانا راجعه في حادثه في الطريق كانت، ربنا يسلم ان شاء الله ويقوم بالسلامه، شاب في مقتبل العمر. انا ما حبيتش اقول ده في البدايه طبعا عشان ما نبداش الحلقه بحاجه مش كويسه، وناخد بالنا. والمثل اللي بيقول فعلا في التاني السلامه، ده مش ما تقلش كده وخلاص، لا اكيد في السرعه الندامه، وده فعلا. ولما بتقع حادثه بنبص على الضحايا يا جماعة، ننظر للضحايا ما نبصش نقول مين اللي غلطان. في النهاية الحادثة حادثة، وما الضحية بيبقى ملهوش ذنب، والأسفلت بيكون مليء بالدماء للا حول لها. طبعا بنتمنى ربنا يزيل البلاء عن هذه الأمة إن شاء الله. مرض كورونا يرفع هذا البلاء عنا. تحياتي لحضراتكم، واستنونا بعد الفاصل مع الفقرة الثانية والجميلة موني نجيب وميك اب ارتست. تحياتي والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.